السامي كان بعد المنتخب في محليه مؤكد انه كان يلتمس من جهات المعترض ان تسمع الى طلبه. انتهى السامي مدير المكتب طلب الهيئه المؤقته وطلب مطلوب المطير اصبح ليس معه الدفاع، وبالتالي لم تستمع له المحكمه في حين انتداب الدفاع. الدفاع يقدر انسحاب الاستسلام كل من علي اسماعيل وعلاء علم الدين وانهما وان المتهم الثاني ارسل عبر دفاعه المنسحب طلبا انه يرد الهيئه المؤقته، انه يرد السيد المستشار رئيس المحكمه والدفاع يلتمس من الهيئه المؤقته وقف السيف الدعوه لحين الفصل في طلب الرد مع تمكين المتهم الثاني من ايداع تقرير واسباب الرد.